افتتحت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع. افتتحت معرض صنع في دمياط للأثاث بمبنى مشاريع مصر التابع للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر. وقالت نيفين جامع إن جهاز تنمية المشروعات اعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم للأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليا وفنيا، وبدأ ذلك برفع الوعي للعاملين بالقطاع من خلال إتاحة مشاركتهم في ورش العمل والندوات التعريفية، وللمزيد في سياق التقرير التالي. جودة الصناعة المصرية تعود لتظهر وتتلألأ في عالم الآثاث. معرض دمياط للآثاث الذي يفتتح أبوابه ليستقبل الزوار بأرض المعارض لمدة 10 أيام يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة ليعرضوا منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية بتصميمات تراثية وعصرية. حريصين على استضافة دايماً مصنعي دمياط للأساس إنهم يكونوا موجودين معنا هنا في المعرض، انك انت بتفتح من خلالهم مجالات للتسويق، لانها صناعه متميزه، صناعه مصريه ذات جوده عاليه. وحقيقي كل فتره او كل معرض بنجد المنتجات بجوده احلى وفي نفس الوقت متوافقه مع الاذواق العالميه والاذواق الجديده. المعرض بينجح كل سنه نجاح كبير جدا، وطبعا هو ده فرصه ان احنا بنوري الناس كلها المنتج الدمياطي، وكمان بنفتح افاق جديده للتسويق للصناع الصغيرين يعني. معرض صنع في دمياط في دورته السادسه ونسخته الثانيه هذا العام جمع العديد من اصحاب مصانع وورش الآثاث بمحافظه دمياط لعرض منتجاتهم من غرف النوم والأطفال، بالإضافة لتشكيلة من الآثاث المطبخي وغرف المعيشة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. أول مرة أقدم، فبصراحة ندمان إن أنا ما جيتش قبل كده، يعني الموضوع في إعلانات جامدة، الشغل هنا بياخد حقه، في إضاءة كويسة، في دعايات حلوة للمكان، في زبائن كتير موجودة. بنشتغل وبيفتح لنا مجال شغل، واحنا طبعا مدينة الاساس ومركز تنميه المشروعات اللي عاملين المشروع ده عشان نطور من نفسنا ونسوق. المعرض صنع في دمياط احنا دايما حريصين ان احنا بنشارك فيه، لان المعرض ده بيتوفر له كل سبل النجاح من المسؤولين والقائمين عليه، من اعلان ومن تنظيم ومن شكل مناسب للمعرض، فبنبقى حريصين دايما على المشاركه في معرض صنع في دمياط بالذات. اول مره ان انا اشارك تبع مدينه الاساس، فحبيت ان انا اشارك بالشغل بتاعي ده من الخامات البديله، من الشغل المتطور، عشان جبنا المكن الحديث وبدانا ان احنا نشتغل في فكره التطور. بعد ما استاذ رئيس الجمهوريه كان بيزورنا في مدينه الاساس وقال ان الضمايطه لازم يفكروا ان احنا نتطور ونغير المنتجات بتاعتنا. مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بقطاع الآثاث، مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة خارجيا وداخليا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.